أكثر من 33,000 طالب وطالبة دشنوا الفصل الدراسي الثاني في جميع الكليات التابعة لجامعة الكويت. الشعب الدراسية الحين أنا قاعد أشوف الجدول كامل عندي، بالعكس متاح وأغلب الشعب مبطلة. هي شعب معينة، قد يكون الطالب يحتاج يبي دكتور معين يبي كذا، إحنا ما يصير بعد الدكتور يدرس له 1000 طالب بالكلية، يعني في ليمت معين علميا وأكاديميا. إذا صار في مغلق حسينا في حاجة فعلية، قاعدين نطرح شعب جديدة، يعني كنا في مثلا الكتروماغنتيك كانت شعبتين طرحنا ثالثة، والحين في صدد يمكن رابعة نطرحها. مقاومة مواد كان عندنا 5 شعب، الحين فتحنا لي 7، طبعا حسب الحاجة والطلب. عملية التسجيل كانت وايد منظمة، عدلنا هالسنة هالفصل الدراسي الثاني، غيرنا في ترتيب الأمور في دخول الطلبة، في عملية تسجيل الطلبة ودخولهم، حتى وزعنا لهم أرقام على حسب كل واحد على قسمه، فمن عن طريق الرقم يطلع على الشاشة الخارجية يقدر الطالب يراجع قسمه للتسجيل. أعداد الطلبة في اليوم الأول كان وايد، أعدادهم تقريبا فوق 700 طالب كان مراجعنا، أما الحين لا، في عشان خلاص الطالب عرف عملية التسجيل وتنظيمها قام تدخل علينا كل يوم 503 طلبة. تفادي السلبيات والالتزام بالنظام سهل على الطلبة عملية تسجيل الوحدات الدراسية وتقليص فترة الانتظار. العملية جدا منظمة، كل شيء مرتب، الناس قاعد تدخل بأرقامها مثل ما شفتوا، وإن احنا حاطين أرقام عند الدخلة، كل طالب ياخذ رقم ويدش برقمه، فالعملية جدا منظمة، ويعني صراحة هذا أحسن باي فورس مر على تاريخ الهندسة. يعني أنا هذا ثالث باي فورس لي، وصراحة يعني وايد وايد منظم ومرتب. العملية وايد ناجحة، وايد ماشية، يعني طبعا في ناس ما راح تحصل اللي تبي، لكن الأغلب الحمد لله سجل. في مثلا طالب يجيلك يبي شعبة معينة دكتور معين، مرات مستحيل انه ينضاف في هذه الشعبة، بس انه في بالمقابل شعب ثانية يقدر يسجل فيها. ووفق بيان للجامعة سيكون غدا الاثنين اخر يوم لتسجيل الوحدات الدراسية. عمل جماعي منظم من اجل تسهيل عملية التسجيل في الفصل الدراسي الثاني في جامعة الكويت. لتلفزيون المجلس، فايز البطي.